ما تنسى موقف ما انساه؟ نعم والله يا طويل العمر. مثل ذا الحزه الساعه 3 عصر كذا، عندنا يا طويل العمر السلامه محل، انا وابوي واخواني نشتغل فيه من صلاه الصبح الى المغرب ونرجع، اللي هو عباره عن جبل من اساسيات ابوي في الحياه، انه لازم يساوي به الارض، يخلف معالمه، يبعده عن الوجود الجبل هذا. المهم مع القلاب اللي ذكرته لك قبل شوي، وابوي معه هايلوكس من انظف الهايلوكسات عندنا في الديره، معروفه جديده وعليده، ولا هو بيعطينا اياها جده، يرسلنا عليها كذا ونرجع. المهم اينا في المحل حقنا ونشتغل، ومعنا بوكلين دقاق يشتغل في الجبل. لكم؟ لا مستاجرين، الا ويجي يا طويل العمر السلامه واحد من العمال قال انا ابغى البقاله، قال بوي هيا وده. القلاب ذاك اليوم مليان خرصه، قال بوي هيا وده في الهايلوكس وعود علي. قلت ابشر، واخذ موتر الوالد واركب العامل واجيك به اجيك به اجيك به. وصلت البقالة يا طويل العمر والسلامة، دق علي ابوي وانا عند البقالة، قال روح للبيت وعطني منه يا طويل العمر والسلامة اكريك واغراض الناقصة للمحل. المهم وثر ابوي طلع من المحرز ذا، احنا نسميه محرز هو محل، طلع بالقلاب وراح للبقالة. وجهي كان متجه للديرة، وصلت البيت خذيت الأغراض والعامل باقي معي، وألقط العامل وأجيك بالأغراض، وأجيك 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 بها لين وصلت قدني من عند البقالة إلى أبوي واقف ويشير لي يقول وقف. المهم يوم وقفت عند البقالة قال أعطني العامل معي وين تروح قدامي للمحل وعني بجيك. قلت أبشر. المهم واشغل الموتر ما اشتغل، هاي لوكس بوي جديده، ما اذكر يوم من الايام اني شغلتها وما اشتغلت، ما يوم مره من الايام انها قطفت علينا قبل كذا، هاي لوكس جديد اشغل ما اشتغلت. اطالع في بوي اللي هو قد راح بالقلب من البقاله وخذ العامل معه وراح. لا والله اليوم عيني ساري عندي شيب حق ما يعبون ويه تعبي ماء وتطلع إليني في باكستان، الله يذكره بالخير، شايب معروف عندنا في الدير. تكفى تكفى يا محمد تكفى، تعال دف دف الموتر خلني ألحق الوالد. المهم ويجي يجي 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 يدف الموتر، يدفه يدفه يدفه، حي ما ندف الموتر، وانزل معه وادف الهيلوكس وادفه 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 انتش. المهم اركب وانتهى ما تنتع. في اللحظة ذيك أنا أتذكر أبوي، لأني أنا بحس إني تأخرت عليه، يدق علي الموتر الجوال على المرتبة وأنا أدف مع العامل ومنضغط وخايف من أبوي لا يرجع ويلقاني أدف موتره، بيقول إيش سويت في الموتر. المهم يا طويل العمر السلامة وارجع شوي يملأ أبوي يمدي ورا من قدام معود علي، وقف بجنبي في ذيك اللحظة أنا ماسك الدركسون وشاده بقوة ما عندي من قوة فيني غبنة قهر. أنا ليه صار لي الموقف ذا؟ ليه أنا في اللحظة هذه؟ بوي جايني بيقول إيش سويت في الموتر؟ قدني أجهز عذر، والله ما سويت به شيء يا أخي، وليه هو ما أشتغل؟ ليه ما خرب المرة الأولى اللي معي في حياتي؟ المهم وجي طويل العمر السلامة وقف بجنبي بوي، من لطف الله ورحمته بي في ذاك الموقف انها قطفت على ابوي قبلها بس انها ما علمنا واثرها البطاريه. ها انا مت، ها انا نشفت نشف ريقي، بغيت اموت ويني متمسك الدركسون كذا، ويا الله اني في وجهك ايش بيقول ميدي، هو بيحط فيني ليل ما باقي حصل، ايش سويت بالموتر. المهم ويوقف على يساري قال ايش كوم الموتر؟ قلت عياله يشتغل، طفيتها مثل ما انت تشوف، شغلتها عياله يشتغل.
قال انزل 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 والله ما تجيني بعلم طيب انزل انزل اركب القلاب راح بالعامل اجل المكان المهم اركب انا استغربت من رده فعله ليه هي بسيطه كذا ما توقعت هي غريبه خفيفه ايوه يا اخي اقل شيء اقل شيء كف كف كلام ما يصلح المهم واركب القلاب وطالع في المرايه الى يوم انتهى مع العامل ذا شغله وجوك فتقول الموقف كنت افكر فيه في اللحظات هذه جات على الجرح ميزون تلوك واقف موقف اعوذ بالله اللي تسرقت انا كم على جيب ربع مضبوط خلي الشايب يسحبه طبعا ربع جيب ربع بس مصندق صندقه قطع الطاقيه حقت الجيب خبرها يا سلام المهم اجيك بركب انا وياه واحد من عيال عمي الله يذكره بالخير قال عبد الرحمن بركب انا وياه طول العمر ونروح في عز القايله نفس الوقت حر وين رحنا رحنا العرج عروق كنا خلنا نطعس اما العرج عاد من قوه الحراره تقول انها رغو تقول انها سفنج المهم نروح وانطعس 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 ولا قرر شغلت الدبل انا توني اتعلم السواقه هذيك الايام واجيك اثر الجيب شقص طبعا انفحط ورا الغنم الغنم تحت يعني لقى العصر بيجي ابوي بيشوف بيروح للبل والغنم بيشوف الموت المهم ما عاد بقى على العصر الا شيء بسيط واجيك وطعس وطعم كاتمل له شقص الجيب تعلق فاجيك انا توني اتعلم السواقه عشك الدبل اعطيه بالواحد ما عاد يمشي اثني فضيته الا فضيت الدبل تعشق بدون كلتش عادي عشق وذي ما يشبك لازم لك تعطيه يا خفيف يا ثقيل ادعس ادعس عشق عشق في اللحظه ذي ايست يوم ايست فقعد ابتسي غماره انهج اذا شافني ابتسي يقعد يبتسي معي كل ما اطق بالبيوت المهم اجيك ويوم لي ادعس يوم لي ادعس تدني بنزل بزر ما نبع حتى يا ولد اثر رصيت البنص علق بقى الموت المهم وش اسوي من الخوف يطلع عمر جاك ادم يطفي الموتر وش الحل تكفيد حيم تكفيد وش الحل كاش نسوي خلنا نطق ونحطها في واحد من الله يذكره بالخير الى الان ما ندري اسمه لكن اسمه واجيك يوم جدنا متعدين الغنم جدنا الحين داخل انا ادخل محوش البل ما مدار ندخل محوش البل الا الشاص جايك عد ما في طفوتنا يوم شفتنا الشاص طلع عمره بيطق لين جتني مركب خبر المركب ذي مركب اللي تبي تقوم تعدي ما تقدر تعدي تجي في المواقف ابي اعدي من غير اقوم اطيح اقوم اطيح خوي اللي معي طول العمر سوى دوم بالحوض الحوض يا جيس مطلع الراس انا ابي اطق ما قدرت اطق الحين ابوي شافنا وشوف الجيب معلق شاقص قاعد يمسح على جنبه يعني بيتعب حتى طلع لازم حراثه فيجيك على طول وهو داري اني انا اللي اسرق الموتر دايم ولاني انا مبهدله بسرق الموتر ولا يدري من اللي يسرقه ماخذ المفتاح جيب وقصن عليه ما يدري اي والله يا عيال خذت المفتاح ورحت اقص عليه ومفاتيحه معه من غير المفاتيح اللي خاشه في الموتر شويه اللي جاني ها يلا ذا الحين المهم ها ويجيك يوم جاك يطول العمر ساعة مير شافني عندك فعالية أنت؟ يلا جاي أنا كبش ساعة مير شافني درى أنها أنا فجيك يوم أقبل علي قلت والله يبا مو بنا والله مو بنا مو بنا ما أنت نازل من أمارك فجيك يطول العمر طسني بذاك مخمس طول عمره السلام عليكم بس ترى خبر ذاك يقول الحوار ما عليها من رمحة أمه إيه فأمك وبوك مهما ضربوك مهما وجعينك طسني بذاك مخمس مني على الباب انت برايح الهاوس ويجيك طويل العمر يركبني معه في الصندوق
هذا من اصعب المواقف اللي مرت علي، ورفيقي باقي في الحوض. الكارثه فين؟ يوم ركك في الصندوق كذا، كيف تتخيل شكل يكون جالس في الصندوق ومصفق يا اخي موقف. ولا والمجرم اللي حاديني جالس في الحوض يعاين هو يبتي.